الآثار والمتاحف خلاصة التاريخ ومرآة الحضارات المتعاقبة، بها تتباهى الشعوب وبها تقاس الأمم. أنشئت لها منظمة عالمية في الأمم المتحدة وسنت لها قوانين وتشريعات، الأول للحفاظ عليها والشق الآخر تجرم المساس بها في السلم أو في الحرب. يعد المتحف الوطني في مدينة تعز أحد أهم المتاحف الأثرية والتاريخية في اليمن، فهو ضارب بجذوره في أعماق التاريخ ويختزل موروث حقب زمنية غابرة تصل إلى ما يقارب 1300 عام، ابتداء من حكم الدولة الرسولية التي وضعت لبناته الأولى، مرورا بمراحل تطويرية ساهم فيها العثمانيون، ومنها ما رق به التاريخ إلى أحضان حكم الإمامة في مطلع القرن التاسع عشر، ليصبح مقر حكم لا سيما حين نقل الإمام أحمد في عام 1956 عاصمة مملكته إلى مدينة تعز. المتحف كان يمثل عهود سابقة ابتداء بالدولة الرسولية التي يعتقد أن تكون هي البؤرة الأولى لبناء المتحف، ومن بعدها أتت الدولة العثمانية، تحديدا في عهد سنان باشا، حسين بن سنان باشا، الذي اختط طريقا من المدينة القديمة إلى العرضي، وكانت واستحدث المكان كحامية عسكرية لهم. أضيف إليه مستشفى أيضا في الجهة الغربية من المتحف، فلم يقتصر المتحف أو قصر المتحف الوطني على وظيفة واحدة، بل تعددت وظائفه. عندما كان علي الوزير حاكم في تعز بنى الدور الثاني، ثم بعد الدور الثالث وبنى هكذا حتى أنه صار الأربع الأدوار، استخدم كقصر للإمام أو مقر للإمام، حيث أن مدينة تعز أصبحت عاصمة لحكم الإمام أحمد حميد الدين، وكان من هنا مقر حكمه. المتحف الوطني بالنسبة لنا كأجيال يعني بمعنى أنه توثيق، أو بمعنى وكأنه شريط كاسيت، أو كأنه مقطع فيديو يتم استعادة التاريخ الماضي كله في لحظات، بمجرد ما تطلع على مقتنيات المتحف كأنك عدت بالذاكرة للوراء إلى عقود عصور، يعني كأنك تشاهد الماضي في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر يعني. مثل ذلك الامتداد التاريخي للمتحف الوطني بمدينة تعز وتعدد الدويلات والممالك المتعاقبة العلامة الفارقة في تنوع المفردات والتفاصيل والمكنوزات الأثرية التي جعلته يتفرد عن بقية المتاحف اليمنية، لا سيما بعد سقوط نظام الحكم الإمامي في 26 من سبتمبر، وتحولت كل مفردات وأدوات الحكم إلى إرث يختزل تفاصيل حياة ملوك وتاريخ ممالك ومملكة. بعد الثورة مباشرة كان هناك بعض الناس فكروا بأن يخرجوا كل المحتويات حقه ويعرضوها للبيع، الحس الأثري والحس الثقافة المرحلة ما كانت موجودة إلا الأستاذ عبد الله البقحفي الله يرحمه، كان الحس هذا موجود عنده، فوقف كل الأمور هذه وغلق المبنى وأصبح مزار، وكان مزار لكبار الضيوف. المتحف كان يحتوي على أشياء عديدة، منها الموروث الشعبي يعني مقتنيات الإمام وما خلفته الأئمة من مقتنيات، بالإضافة إلى أنه كان
يحتوي أيضا على بعض المقتنيات الأثرية التي تعود إلى عصور قبل الإسلام وإلى عصور إسلامية أيضا. ما كانش عبارة عن متحف، كان عبارة عن مخزن، مخزن للقطع. بإمكانك إنك يعني إن إحنا نعمل منه مئات المتاحف. المتحف يحتوي على يعني أشياء خاصة بالإمام أحمد، من ضمنها حلي وأدوات خاصة، ملابس، مقتنيات، هدايا، أدوات مطبخية نحاسية ومعدنية وزجاجية، وكان هدايا من الصين ومن إيطاليا عندما سافر إيطاليا تعالج. كل هذه الأشياء موجودة، ساعات، أسلحة مختلفة الأنواع من البنادق ومسدسات ومسدسات أقلام بشكل قلم، يعني حاجات ثمينة، في حاجات مواد وفي حاجات ذهبية، سيوف موجودة، وفي من ضمن هذه الأحتياط طبعا في أشياء نحاسية. في قسم المطابخ، كان في قسم خاص للمطابخ، في أشياء نحاسية كثيرة. ظل المتحف الوطني منذ قيام الثورة هو الواجهة التاريخية والسياحية لمدينة تعز، إلى أن قدمت ميليشيا صالح والحوثي بقوتها إلى المدينة في أواخر مارس من العام 2015، فاحتلت مبانيه وباحاته وحولته إلى ثكنة عسكرية بامتياز، عبثت بالكثير من محتوياته وعرضت الأكثر للتدمير والخراب. بعد عشان لما بيقول خلاص ما دخلنا ولا عبدينا الضرب والحرب والقاتل المقتالة، خايفين على أنفسنا، يعني الله كل واحد هذا بمكان. استخدمته كموقع عسكري وكتكون عسكرية، وأخذت مبانيه وترست بيع حولته إلى موقع عسكري، وهذا في حد ذاته إذا ما أسأت له أنت أسأت له بطريقة غير مباشرة إنه بيستخدمه بيستهدفه الخاصم. استقلبوا آليتهم العسكرية الثقيلة والخفيفة مثل مضاد الطيران والأسلحة والقناصة، وقاموا باستهداف المدينة من تلك المناطق وعرضوا المتحف إلى دمار شامل. ضربات من كل جهة ومن كل جانب، لم يسلم لا من تشققات ولا من فجوات ولا من شروخ، نوافذ، أبواب كلها مهشمة بسبب القذائف. شواهد الأحداث وتفاصيل مرور ميليشيا الانقلاب في المتحف الوطني تشير إلى أنه لم يكن مروراً عابراً أو تنفيذ مهمة عسكرية، بل كان مروراً أرادت منه طمس تاريخ وهوية وإخفاء معالم حقبة زمنية توقفت بشكل فعلي في 26 من سبتمبر عام 1962. الحوثيين يريدوا أن يطمسوا مرحلة من المراحل. ثورة 26 سبتمبر قامت ضد من؟ قامت ضد الإمامة اللي مكث قاسم على اليمن أكثر من 1200 سنة وأكثر من 1400 سنة عبر عصور التاريخ، وهو أسلوب الهدم والتخريب. هم ناقمين، اعتبروا أن هذا جزء من تاريخ الشعب اليمني فحاولوا طمسه، يعني ما اعتبروش تاريخ لهم بقدر يعني بقدر ما اعتبروا تاريخ للشعب اليمني، واعتبروا هذا نقطة سوداء في تاريخهم، فعملوا على محاولة طمسها يعني. لكن الغلط أنه يتمركز فيه. لماذا تتمركز في المناطق الأثرية؟ هناك مواقع أكثر جاذبية للحروب. أنت بتمركزك في المناطق الأثرية أنت دمرت آثارك. الحوثيين طبعا أرادوا طمس أي شيء يعود للتاريخ او لإنسانية الانسان في هذا البلد، سواء ما يذكروا انه الانسان او انه الحضاره له حضاره قديمه، وانه له حضاره بالعصور الوسطى، انه له حضاره بالعصر الحديث، لا لانهم لا يمثلوا الا انفسهم وهم فقط لا غير، فقط لا غير. تأكيداً على نية الميليشيا المسبقة في نسف تاريخ المتحف الوطني في
في مدينة تعز استغلت الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عام 2008 المتمثلة بتجميع كل المقتنيات والمفردات الأثرية من مختلف المواقع والمتاحف في المدينة وتخزينها بشكل كامل في مكتبة المتحف الوطني التي تعد الأوسع والأكبر من بقية المواقع. هنا شعرت الميليشيا بسيطرتها على المتحف أنها أحكمت قبضتها على تاريخ المدينة بكل تفاصيله. جمعت كل القطع الأثرية في جميع المتاحف وخزنت في متحف العرضي المتحف الوطني في داخل تعز. نقلت كل الوثائق هذه، كل المقتنيات الخاصة بالمتحف الوطني كبيرها وصغيرها، أي قطعة كانت توثق وتصور ودخلت داخل شناط ودخلت يعني بطريقة علمية دقيقة مدروسة تماما، بتوثيق بتصوير بوصف دقيق أثري دقيق، ونقلت للمكتبة. المكتبة هذه كان مساحة كبيرة، فكان هو المخزن هو المكان المتاح لنا في ذلك الوقت والممكن، غيره ما حد ما قد يحصل غير كذا. وما توقعش واحد انه ربما يجي حرب ربما يجي، لانه كان هي الفتره فتره مؤقته ثم يعود بعد الترميم مباشره الى العرض للمتحف. انه كان هناك قطع تحتاج الى ظروف خاصه للعرض مثل التأمين مثل كاميرات المراقبه، وهذه اشياء لا تتوفر لدينا ولم يكن المتحف يحتوي تلك الاشياء، فكانت تظل في المخازن. في مطلع عام 2016 أجبرت ميليشيا الإنقلاب على الاندحار المفاجئ من المتحف الوطني والمناطق المحيطة به. هنا لم يسعفها الوقت للنفاذ بالتركة التاريخية التي بين يديها، وشعرت بأن التاريخ أفلت منها وأصبح بيد أبناء المدينة. هنا ذهبت إلى تبني سياسة قصف ممنهجة وبشكل مركز على مكتبة المتحف التي تدرك ما فيها. خلاصة الأحداث هنا تجلت في اليوم الثالث من شهر فبراير عام 2016 حين اشتعلت النيران في مكتبة المتحف وأتت على كل محتوياتها بحادثة أثيرت حولها العديد من علامات الاستفهام ولم تعرف أجوبتها حتى اليوم. كان يستهدف المتحف بشكل مباشر وبشكل ممنهج، وكأن الجماعة من ميليشيا الحوثي برأسهم شيء طمس الهوية الثقافية التعزية داخل المدينة. تعرض المتحف إلى حريق هائل. ما كانش يعني مجرد حريق، كان بفعل فاعل، ربما سرق وبعدين أحرق، وأصبح ما يعني لأنه كان كل شيء يعني متاح للصغير والكبير ينهب ويسرق كل شيء، ما أدري. لا أقدر أن أجزم ما هو السبب الأكيد، هذا يحتاج إلى فتح ملفات للتحقيق ومعرفة ما إذا كان يعني هل هو بفعل فاعل أم بسبب القذائف النارية، لا أعلم بالتحديد ما هو. المكان هذا كان يحوي مكنوز أثري، يعني أستطيع أن أقول لك أنه كان يغذي 10 متاحف داخل المدينة من كل القطع. طبعا كان يحوي قطع أثرية ما قبل الإسلام، مخطوطات عبرية، مخطوطات جلدية، مخطوطات إسلامية دينية ثقافية، كان يحوي كل ما كان موجود في قصر الإمام أحمد من هدايا ذهبية وفضية وبرونزية وأشياء ثمينة جدا. كان يحوي قطع نادرة يعني يمكن ما تحصلهاش في العالم. كان يحوي أيضا أثاث المتاحف، ملابس الإمام، بنادق، سيوف، أشياء هائلة هائلة جدا، منقوشات حجرية، منقوشات خشبية، يعني كان المتحف كان يزخر بكل شيء. للأسف تم تدميره. تراث كامل يهدر أمامك ويتلف بدون يعني بدون إحساس بهذا التراث، إنه هذا التراث يعبر عن مرحلة ثقافية وتاريخ من تاريخ اليمن.
الأجيال القادمة، الأجيال عندما تأتي تدرس التاريخ تكي تدرس التاريخ فترة من يعني حلقة من حلقات التاريخ مفقودة بهذا الشكل. لم يكن إحراق مكتبة المتحف الوطني بتعز خلاصة ما حدث، بل أعقب هذه العملية ظاهرة انفلات أمني وانقطاع إداري وأجواء حرب سائدة جعلت مما تبقى من محتويات المتحف عرضة للنهب والسلب والعبث. وطفت تجارة الآثار على السطح بشكل علني، تؤكد الشهادات هنا بأنها تجاوزت ما بعد حدود الدولة. الذي حصل للمتحف أنه تعرض لهجمة نقول متعددة الأطراف، يعني بمعنى أنه الحرب أخذت قسطها يعني والدور الأكبر، محاولة طمس تاريخ برضو هذه محاولات عابثين حصلت، تعرض إلى النهب المخطوطات العسكرية سواء مقتنيات الإمام ما كان يحوي المتحف من بقايا قصور الإمام، وهذا يعني كلها تعرضت للنهب والسرقة. طبعا الإتجار موجود إلى الآن في الأسواق المحلية، هناك مخطوطات تباع على أرصفة الأسواق. ما في وراء الآثار وراء سرقة الآثار وراء تهريب الآثار سواء كانت آثار قديمة أو آثار إسلامية أو حتى تحف، حتى تحف لها قيمة يعني أثرية، يعني ناس متخصصين بسرقة هذه من سابق مش حتى من الآن، يعني تسرق هذه الحاجات كانت تخرج خارج الوطن إما عبر الطرق البرية أو عبر المواني أو ترحل للخارج، يعني شيء يشيب له الرأس ويندر الجبين يعني صراحة، إنه تاريخ وحضارة بهذا الحجم وقد ربما يكون العنوان الأول لتعز ولثورات تعز وربما يكون العنوان الأبرز لثورة 26 سبتمبر والمعلم الحقيقي لثورة 26 سبتمبر ولرمز الثورة الأم، برأيي الشخصي من المتحف الوطني، فإنه يصل إلى هذا الحال أو بمعنى أنه يصل إلى هذا الوضع من الدمر والتخريب، بمعنى أنه قضينا على تاريخنا، قضينا على أهداف ثورتنا، قضينا على كل ما له اتصال بدماء الشهداء والثورة الأم. الآثر لا يجب أن يستهان بها، الآثر لا يجب أن يستهان بها على الإطلاق، أولا لأنها تمثل وتعبر عن تاريخك ومجدك وعراقتك وأصالتك وتجربتك الإنسانية عبر العصور، ثانيا ترفد اقتصادك الوطني والقومي بالعملات، لا يمكن استهان بها. لكن اللي نلاحظه أن كل المسؤولين يغض النظر عن 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 عن, عن هذه عن مكتب الآثر أو مش مكتب الآثر، عن الآثر بشكل عام بهيئاته وكأنه يعاملوها معاملة جانبية للأسف الشديد. يعني بين بقايا رماد وكومة ركام وبين تسيب وانفلات وعمليات نهب متتابعة، يقبع المتحف الوطني في تعز حتى اليوم رغم مرور 3 سنوات منذ تحريره من قبضة ميليشيا صالح والحوثي، كادره الوظيفي خارج الخدمة وتغييب ممنهج من قبل الجهات التنفيذية الرسمية، وضع إذا ما استمر طويلا ستكون تلك الميليشيا الإنقلابية قد نجحت في تحقيق ما تريد وخسرت مدينة تعز أعرق وأقدم ما تمتلكه. المتحف يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، يحتاج إلى نظرة من السلطة المحلية، يحتاج إلى نظرة من الوزارة، إلى تكاتف الجميع لإعادة تلك الآثار وإلى فتح ملفات التحقيق لكي نعرف ما مصير تلك الآثار التي متواجدة في السوق والتي متواجدة مع بعض الأشخاص، وإن شاء الله خير. نحن وضعنا ملف المتحف منذ الوهلة الأولى من قدوم المحافظ السابق أمين محمود، ودخلنا إلى المكتب وحاولنا نشكل لجنة من قبل لجنة الهيئة العامة للآثار والتقينا به، لكن للأسف كان رده علينا يعني أصابنا بالذهول فعلا، لأنه بالحرف الواحد يقول لنا ملف
الآثار داخل تعز ليس من أولويات المحافظة في هذا الوقت. تتكلم في كأنه لم يسمعوا كلامك، أو لأنه نحن مكتب صغير ومش مكتب مثلا إرادي مكتب إرادي كبير يهتموا فيه به، نحن مكتب خدمي ثقافي إرادي مستقبلا. السياحة بأي دولة من دول العالم لا تعتمد إلا على الآثار بالدرجة الأساسية، ثم على المواقع السياحية. وبلادنا الحمد لله غنية بمعالم الأثرية يعني بشكل عام، قديمة والعصور الوسطى والحديثة، حتى الحديثة يعني، بالإضافة إلى طبيعة الحياة وجمالها. والسواح دائما لما يقول أي دولة من دول العالم، أنت تنظر مثلا بمصر، تنظر لإسبانيا، تنظر للأردن، يعني معظم الاقتصاد القومي معتمد على السياحة. والسياحة ايش يقول؟ يزور السواح، يزور المواقع الأثرية، الآثار. نحن عندنا المقومات موجودة، لكن من بيشل بيداتنا؟ من بيهتم بنا؟ هنا القصة. واقع كارثي يعيشه المتحف الوطني في مدينة تعز، واقع تشارك في إيجاده الجميع، فلا أيادي عابثة توقفت عن النهب، ولا أدنى شعور بالمسؤولية تجاهه توجهت. وكأن هذه المفردة المفصلية في تاريخ وحاضر ومستقبل هذه المدينة لا تعني أحداً.